بسم الله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ومن شر حاسد إذا حسد، فسيقولون بل تحسدوننا. اللهم اشفه وعافه من النفس والعين والحسد. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن شر حاسد إذا حسد، اللهم اشفه وعافه من عين معجبة نظرت وما بركت، واشفه وعافه من نفس حاسدة حاقدة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم احفظه من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونفس النافسين ونظرة الناظرين يا رب العالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. حسدا من عند أنفسهم ومن شر حاسد إذا حسد. واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
اللهم اشفه وعافه من النفس والعين والحسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ومن شر حاسد إذا حسد فسيقولون بل تحسدوننا اللهم اشفه وعافه من النفس والعين والحسد. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن شر حاسد إذا حسد اللهم اشفه وعافه من عين معجبة نظرت وما بركت واشفه وعافه من نفس حاسدة حاقدة ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم احفظه من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونفس النافسين ونظرة الناظرين يا رب العالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. حسدا من عند أنفسهم ومن شر حاسد إذا حسد واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللهم اشفه وعافه من النفس والعين والحسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ومن شر حاسد إذا حسد فسيقولون بل تحسدوننا. اللهم اشفه وعافه من النفس والعين والحسد. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم اشفه وعافه من عين معجبة نظرت وما بركت واشفه وعافه من نفس حاسدة حاقدة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم احفظه من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونفس النافسين ونظرة الناظرين يا رب العالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون حسدا من عند أنفسهم. ومن شر حاسد إذا حسد. واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم ارجع البصر كرتين
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير اللهم اشفه وعافه من النفس والعين والحسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ومن شر حاسد إذا حسد فسيقولون بل تحسدوننا اللهم اشفه وعافه من النفس والعين والحسد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومن شر حاسد إذا حسد اللهم اشفه وعافه من عين معجبة نظرت وما بركت واشفه وعافه من نفس حاسدة حاقدة ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم احفظه من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونفس النافسين ونظرة الناظرين يا رب العالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون حسدا من عند أنفسهم ومن شر حاسد إذا حسد واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير اللهم اشفه وعافه من النفس والعين والحسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ومن شر حاسد إذا حسد فسيقولون بل تحسدوننا اللهم اشفه وعافه من النفس والعين والحسد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومن شر حاسد إذا حسد اللهم اشفه وعافه من عين معجبة نظرت وما بركت واشفه وعافه من نفس حاسدة حاقدة ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم احفظه من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونفس النافسين ونظرة الناظرين يا رب العالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون حسدا من عند أنفسهم
ومن شر حاسد إذا حسد. واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللهم اشفه وعافه من النفس والعين والحسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ومن شر حاسد إذا حسد فسيقولون بل تحسدوننا. اللهم اشفه وعافه من النفس والعين والحسد. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم اشفه وعافه من عين معجبة نظرت وما بركت واشفه وعافه من نفس حاسدة حاقدة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم احفظه من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونفس النافسين ونظرة الناظرين يا رب العالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر
ويقولون إنه لمجنون حسدا من عند أنفسهم ومن شر حاسد إذا حسد واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير اللهم اشفه وعافه من النفس والعين والحسد.